السنه المؤسسه نتاعنا معتمده كمركز امتحان لاجتياز امتحان شهاده البكالوريا، وين عندنا 127 محبوس مسجل. عدد الممتحنين فعليا عندنا 125 محبوس، 120 محبوس شعبه اداب وفلسفه، عندنا 5 محبوسين شعبه علوم تجريبيه. من بين 125 محبوس عندنا 13 محبوسه ممتحنه. عد الاقسام المخصصه لاجتياز الامتحانات عندنا 7 اقسام. الحمد لله هنايا لدخل المؤسسه وفروا لنا كل الوسائل الماديه والبشريه معنويا وماديا، ونشكر بزاف يعني مدير مؤسسه اعاده التربيه برج بعريش، وفر لنا كل الامكانيات، وخاصه ثاني رئيس مصلحه الادماج ومصلحه التقييم والتوجيه. شويه رياضيات بس وبرك واعره، والباقي الاخر كلهم لها. اول مره تجوز بكالوريا؟ لا هذه سادس خطره. ولا سادس مره تعقبها؟ ايه. شحال في عمرك؟ في عمري 58 سنه.